بسم الله. دلوقتي لو انا عايز اعرض الشغل ده على العميل، بس في جزء معين مش عايز يظهر معايا المره دي، تمام؟ يعني لسه مخلصتي فمش عايز يظهر معايا، بحيث ما يقولش انت عامل دي ليه او دي لسه او كده. اعمل ايه؟ عندي هنا امر في قائمه موديفاي اسم ديموليش. الامر دوت بختاره، وبعد كده اختار العنصر اللي انا مش عايز تظهر معايا، تمام؟ وليكن مثلا نختار مثلا حاجه زي الحته ديت، تمام؟ انا عايز اغير الحته دي لسبب، ماشي؟ لما اخترتها قال لي كده عندك الغرفة ما بقتش موجودة، لأن في حيطة منها اختفت، تمام؟ دي سبب الرسالة اللي ظهرت. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ كل اللي هيحصل ان انا بعد ما عملت الديموليش دوت، هاجي في الفيو الاقي في خصائص عندي حاجة اسمها فيسنج. الفيسنج فيه فلتر، الفلتر ده بيعمل ايه؟ بيقول لي انت عايز تشوف كل العناصر ولا عايز تشوف بس الحاجات الكومبليت. لو اخترت الكومبليت هتلاقي العناصر اللي انا اخترتها اختفت، في شجر هنا كنت اخترتها اختفت، في هنا حائط اختفى، تمام؟ عشان برضو نأكد اهو الديموليش مثلا العربية ديت اخترتها اختفت، الحاجات ديت بتاعت طاقة الرياح اختفت، الشخص دوت اختفاء قسري هتلاقوه في السجون بعد كده مرمي، تمام؟ طيب لو عايز اضرب بعد كده كل اللي انا هعمله هقول له ايه؟ شغل، تمام؟ تبدأ تظهر كل حاجة زي ما انتوا شايفين دلوقتي، ده أمر ديموليشن.